انا عشت المال زي ما تقلي زين بهذا المحور اسمح لي اسالك سؤال. انت صرت في نفس المعسكر اللي بيه الكابتن علي صغير اللي اتهمك بالفساد. ابدا انا مو معسكر شخص. انا حكيت انا لا بهذا المعسكر خلاف بين اداره، الخلاف بيناتهم، انا مو طرف بيه. انا اليوم ضابط في وزاره الدفاع وانا محب ومشجع لنادي القوه الجويه ونادي القوه الجويه اليوم يحتاجني، والعمل عمل مؤقت لثلاثه اشهر يجوز الانتخابات راح تجي بشهرين او بشهر ونص. الكره ملعب الهيئه العامه، خلت تسمع لي الهيئه العامه، الهيئه العامه ما راح تصير انتخابات، تقتنع بي خلي تصوت له، ما تقتنع وشاف التجربه مالتهم لا يصوتوا لي، هي اللي راح تبني. بس انا اليوم مضطر اشتغل في الهيئه المؤقته، وان حتى لو بداخلي انا عندي مثل علامه استفهام على السين وصاد، لازم النادي لازم يمشي ولا لا؟ مو انا صاحب قرار ولا انا اخترت هاي الهيئه المؤقته. تقدر تشتغل ببيئه مع ناس هم متهميك بالفساد وبيناتكم مشاكل؟ لا انت شخصيا تقدر تشتغل؟ لا مو راح تشيلك حسمت، هاي حسمت في الاعلام. الرجل قاد قوه جوه حكاها بالاعلام، قال اني وصلت. انا احكي على الاعضاء. لا هي وصلت منهم مو اكثر مو موجودين يعني، هو بس عضو واحد. وجودك كرئيس لجنه بس عضو واحد، بس عضو واحد من الاعضاء السابقين اللي هو علي. اي انا ما عندي مشكله لا يا علي ولا انا واخواني الطرف الثاني هيثم ولا ويا ماجد ولا احد عنده مشكله. انا النادي اليوم محتاجني، راح اشتغل من قد المشاكل، راح اشتغل شهرين او ثلاثه ما اعرف ايش وقت تصير الانتخابات. تعرف اكو اجراءات اذا ما نقعد بالنادي ونشوف شنو الاوليات شنو الشغل مال الاخوان. هسه مثلا هسه ما رادوا شهر، انا ما اعرف حساباتهم ايش كم شهر ما ماشي، يجوز احتاجهم فتره اطول. واضح، بس من قد المشاكل اللي يكونها البعض لوليد الزيدي، تحسين العقابي حكاها هنا في برنامج كوره، قال طلعوني من النادي لان محسوب على وليد الزيدي. انا ما يعني الناس قامت تصفي شكو واحد وياك. انا عن نفسي يعني نادي القوه الجويه من السور الى السور الثاني ما عندي مشكله ويا واحد، واني من كل قلب انسان مع اي واحد، ويهمني مصلحه النادي والنادي يحتاجني راح اشتغل بالنادي مصلحه. حلو. حتى بالانتخابات اذا شفت نفسي ما اقدر اخدم نادي القوه الجويه ما ارشح صوتي. وجودك واذا رشحت الهيئه العامه تسمع صوتي.